شوت سمير بيليا، تمريره حلوه لمحمد ناصر، استلم ناصر داخل المنطقه. جول! هدف اول، هدف اول لمصلحه الازازين. الازازين على طول خدوات حلو على طول. محمد هوبا العرضيه راسي على طول، تدخل في تايمينج مناسب من مدافع الست. تعود مره ثانيه محمد ناصر، عرضيه داخل المنطقه الراسيه في الراس، استلام لعمرت حلو على طول خدوات ناحيه اليمين مره ثانيه. استلام محمد ناصر، حلوه 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 على طول اتلعبت حلوه ناحيه اليمين. استلام حلو على طول محمد ناصر، ناصر على داخل المنطقه محمد حمص حلوه جاين على طول الملعب هناك في المكان الفاضي. محمد ناصر استلم ناصر، البساطي فين وعندين فين ناصر على طول حلو على طول هناك. استلم استلم استلم، خلي بالك استلم 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 على طول. عبد المنان مدسر على طول، الكره الطوليه اتلعبت على طول حلوه تجاه محمد ناصر. لو استلم ناصر، ناصر على طول حط جسمه على طول، لكن التغطيه تخدمه مره ثانيه. لمسة على طول يعلق 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 يعلق. استلم استلم محمد ناصر، ناصر ناصر ناصر، وضربه ركنيه ضربه ركنيه. الخطوره لفريق الازازين ناحيه اليمين، العرضيه العرضيه راسيه في راسيه منتهى الخطوره. تعود مره ثانيه لسه في خطوره الازازين، لسه في ارضيه الملعب. حكم اللقاء والمساعد الاول احمد الجيش يقول لك لسه في ارضيه الملعب. على الارض حلوه، تمريره حلوه عمار، حاطط حلوه داخل منطقه جزاء العرضيه الارضيه. سمير بيليا، سمير تمريره حلوه، محمد ناصر داخل منطقه الجزاء العرضيه على طول هناك. محمد انديل تمرير، محمد ناصر عايز يعدي بالمهاره، ناصر ربط حلوه، فكر في الحصول على ضربه جزاء بيليا على طول. تعود مره ثانيه محمد ناصر، واكل قدم صير على طول اتلعبت على طول التمريره داخل المنطقه على طول العرضيه. مين يقابل مين يتابع الرأسي على طول هناك، يطلع مره ثانيه هناك محمد ناصر صاحب هدف اللقاء الوحيد. ناصر تعلى على طول هناك الاستلام عمار الازاز، سند مره ثانيه. مين يقابل مين يتابع، سند على طول تسديده امام خط الدار على طول اتلعبت. محمد ناصر راسيه، محمد حمص، حمص على طول يعمل المحطه الهجوميه. ناصر مره ثانيه لعبت على طول محمد اللاعب احمد اسماعيل، استلام محمد ناصر صاحب هدف اللقاء الوحيد. محمد ناصر على طول سمير بيليا، محمود الجمال تمريره اتعملت حلوه بالمليمتر على طول هناك محمد ناصر. محمد ناصر، ناصر بيطلع لعيبه الازازين ترد الهجمه السريعه لو اتنفذت بسرعه هيكون فيها خطوره. محمد ناصر، ناصر على طول يقود الانطلاقه. ناصر، ناصر عايز يعدي بالمهاره على طول. ناصر عرضيه داخل المنطقه لجوهينا، لكن على طول احمد ابراهيم مدرب كابتن حمدي اسماعيل، مدرب حراس اسامه مصباح، مدير للكوره محمد الغندور، مدير محمد سعد.
يعلق الكره الطوليه الاماميه في اتجاه حمص. ادي حمص واحد على واحد عاوز يعدي، ادي حمص وادي التسديده لكن قويه تعلو عارضه حارس المرمى مصطفى مدحت وتخرج الكمر. ادي بص الكوره وادي خدها بالقدم اليسرى وادي التسديده اللي هي اللاعب رقم